كان فران من بيوت نمشي لأن ببنغ ما يسواب ونوت ينونوت أمين. في لقائنا هذا اللقاء عن أسرتي أيقونة في الكنيسة، نحب أننا نتكلم عن حدود المغفرة في حياتنا كأولاد الله في الأسرة المسيحية. الأسرة المسيحية بتتكون وتبقى إلى مدى الأيام لحد ما نروح السبع. يبقى هنا لازم نفهم ونعرف إن معناها إيه. الأسرة بتتكون بعدين فيها روح الأبدية اللانهائية، بمعنى إن نحن نتعاهد في الأسرة في الارتباط على إننا سنبقى بعضنا مع بعض جسد واحد إلى آخر لحظة. وهنا نعرف إن العلاقة اللي بيننا علاقة غير محدودة، ليس غير محدودة في الزمن لكن غير محدودة في القيمة، في المفاهيم بتاعتها وفي المبادئ بتاعتها. وتكلمنا عن أهمية المغفرة في الأسرة. نتعلم أيضا من ربنا يسوع في إنجيل معلمنا متى إصحاح 18 هذا السؤال الشهير جدا اللي سأله القديس بطرس للرب يسوع، قال له يا رب كم مرة عدد بيسأل عن عدد يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له، هل إلى 7 مرات؟ وده يورينا المفهوم القاصر للمحبة البشرية اللي هي ممكن تغفر لكن إلى 7 مرات. لكن ربنا يسوع المسيح فتح عينينا على المغفرة الغير محدودة لما رد على بطرس الرسول وقال له، فقال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. 7 في 70. الناس بتسأل ليه 7 في 70؟ هل 490 ده عدد له معنى؟ لا، 490 معناه اللانهائي. الغفران غير المحدود في الأسرة المسيحية هو المبدأ. وبعدها على طول ربنا يسوع اتكلم على العبدين اللي عليهم دين، واحد عنده عليه 10,000 وزنة واحد عليه 100، واللي عليه عنده عليه 10,000 ما سامحش اللي عليه 100 فربنا حكم عليه. نحن مدعوين اننا نغفر لبعضنا باستمرار. لا يستطيع الزوجين او في الأسرة اننا نعمل حدود للمغفرة. الحدود للمغفرة هتوجد محبة قاصرة لا نستطيع أن نكمل بها علاقتنا في سلام وفي فرح وفي قوة وفي وحدانية وفي تكامل وفي محبة مفرحة في حياتنا. لكي نفرح ببعض لابد أن نغفر لبعض باستمرار، ونغفر لبعض مع شرط العتاب، العتاب الهادي المبني على المحبة، وأيضا التفاهم. إذا أنا فيها عيب وبيتكرر لابد شريك حياتي يناقشه معايا عشان نستطيع مع بعض اننا نتخطى هذا الخطأ ونتخطى هذا الامر ونعالجه. كل طرف مننا مسؤول عن علاج الاخر. المغفرة نوع من العلاج، والمغفرة المقودة بروح التفاهم والعتاب هو علاج اكثر عمقا واكثر تأثيرا واكثر فائدة للطرفين. الحدود بتاعت المغفرة مش بس تتفق على العدد لكن تتفق على النوعية، نوعية الخطايا. نحن في أخطاء متنوعة، أخطاء بالكلام، أخطاء بالفكر، أخطاء بالتصرف، أخطاء ساعات بالتجاهل، أخطاء بالسلبية. لو الإنسان مثلا طرف متوقع من التاني شيء وما عملوش يبقى يشعر أنه خطأ ويزعل منه. وهنا نسأل نفسنا هل بنتعاتب في هذه، هل بنتفاهم فيها؟ لو قدرنا نحافظ على المبدأين دول، مبدأ التفاهم والعتاب الإيجابي، يبقى نستطيع أننا نحقق وصية ربنا أن المغفرة تبقى 70 مرة 7 مرات. لماذا؟ لأن الحياة مستمرة، فلو في حدود هيجي فات الحتى نهار. الحياة متنوعة، ونعرف أمثلة كثيرة بالمحبة وبالمبدأ المسيحي ده استطاع الطرفين أن يغفروا لبعض خطايا كبيرة حتى لو وصلت لحد الزنا، لأن اللي بيغفر للآخر هو بيكسب نفس للمسيح. وهذا المبدأ أيضا مبدأ مسيحي لابد أن يكون موجود في الأسرة. مساعدة البعض على المغفرة وعلى التوبة هو أننا بنكسب بعض أمام الله، وبنكسب أيضا محبة الله في قلوبنا. لو الطرفين
حافظوا على هذا وفهموا هذا المبدأ يستطيعوا بنعمة ربنا أن يحافظوا على أيامهم كلها فيها إيجابية وفيها نمو في النعمة وفيها نمو في المحبة، لأن المغفرة المسيحية مغفرة غير محدودة في النوع وفي العدد، لأنها مغفرة مسيحية مبنية على صليب المسيح الذي يغفر لنا كل شيء بالتوبة وبالرجوع إليه. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.